مساء الخير على كل أهلاوية اللي بيضاء معنا حلقة النهاردة من السادسة. كل التحية لحضراتكم. والحقيقة يمكن النهاردة الحلقة على حدثين تهيالي هم الأهم. واحد، 24 ساعة بتفصلنا عن انطلاقة مسابقة الدوري العام في الموسم الجديد. منتظرين نمرة واحد طبعا الأثر، منتظرين المستوى، منتظرين المنافسة، منتظرين المتعة. هكذا تكون البطولات الكبرى، وخصوصا لما تبص لحجم الميركاتو وحجم انفاق الأندية الموسم ده على صفقاتها. انت بتتكلم على صفقات تمت في الموسم ده تتجاوز تقريبا حدود الأربعة مليار جنيه، بتكلم طبعا على مستوى الأندية المشاركة في الدوري. فلما تتكلم على صفقات بأربعة مليار جنيه تنتظر انك انت تشوف ليها مردود في الملعب، تنتظر انك انت تشوف فيها كرة حديثة، كرة ممتعة، خالية من البطء، خالية من الملل. ده عن الكرة. ننتظر الحقيقة الموسم الثاني لرابطة الأندية ان احنا نتجاوز كل السلبيات اللي ظهرت السنة اللي فاتت. مش هنقف أبدا عن الكلام عن السلبيات. صحيح النسخة الأخيرة كان فيها حاجات كتير جدا إيجابية، أهمها كانت عودة الجمهور، تانيها اللي اتطور بشكل ملحوظ جودة النقل والتصوير التلفزيوني، لكن في مشكلات لابد ان احنا نشتغل عليها عشان تتطور المسابقة بتبقى افضل من كده، واهمها طبعا قصة الفار، قصة التحكيم، قصة جداول المباريات. واتمنى ان الرابطة تقدر تنجح في مهمتها السنة دي.